الخماسيه الكبيره ديت استاذ عصام، الصوره حلوه، الصوره طبعا بكل مضمونها ومحتواها وحتى اخراجها الزملاء المصورين والمخرجين. والله بجد الحقيقه يعني اخراج في مستوى الحدث والقيمه. لازم تقول طبعا ان الزملاء الفنيين والاخراج والتصوير الحقيقه شيء رائع على قدر الحدث، ما هو ده برضو مواليد النادي الاهلي، الموضوع باكج على بعض. لكن الكلمات معبره، الكلمات قالت عن شراكات كبيره وذكرت ارقام. طبعا دكتور سعد شلبي والمهندس احمد يحيى، الناس اتكلموا في ظل شياكه الرئيسين لمجلس الاداره هنا والرئيس التنفيذي هنا، زي كل العالم المتحضر المحترف المحترم هم وقوف ورجال الاداره هم من يوقعوا. الكابتن محمود الخطيب والمهندس حازم متولي والمهندس سيف الوزير بالظبط هم اللي واقفين، والمديرين التنفيذيين هم اللي وقعوا، حيث بدا العمل على الارض مع الادارات التنفيذيه لرفع ذلك القيادات. ولما تسمع كابتن الخطيب بيكرم المهندس حازم متولي قيادات شركه الرئيس التنفيذي، حاجه تشرف يعني لاتصالات مصر. الاتصالات الحقيقه كمان 300,000 تبدا، 76 مليون 146 200 310. لا كلام دي اللحظه بقى اللي صفق لها الكل، لحظه ظهور اتصالات على تيشيرت النادي الاهلي. ما هو ده اللي انت 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 خدت مني التيشيرت دي الشراكه، هي دي الشراكه هي دي الشراكه الحقيقيه. يعني ده موطن الشراكه او مركز الشراكه. الشركه المتحده كمسوق والمهندس سيف الوزيري. سيف الوزيري موجود طبعا. وهي شركه وطنيه بالزبط. هذا هو الاهلي حين يكون هناك مسوق وطني، لما لا اتفضل حضرتك، لانه هيجيب له افضل شيء زي ما قلنا بالظبط. حين يكون هناك امتداد عمراني، استاذ حامد قال مصر التي ظلت على 5.6% رايح على 14، الاهلي المؤثر الوطني حتى لو كره الاخرون في الامتدادات دي شغاله يا استاذ نبيل. طبعا. اذا انت كمان تراعي خريطه الدوله، خريطه الجمهوريه الجديده. يا عم كلام محترم، كلام محترف، كلام بني عليه، وستظل نفس الارقام الجديده دي محل يفترض دراسه، لانه فعلا السوق الكروي وصناعه كره القدم والرياضه عموما، بس هنقول القاطره هي كره القدم، لازم الباقيين يشتغلوا كده يا جماعه، من غير كده مش هينفع. ما هواش مولد وناس بتفرق شمع وبخور، ومش هينفع، مش هينفع. لا الصوره حلوه، شايف صوره التوافق والشراكه. الحقيقه انا يعني ما افخر بي هذا المشهد، انك انت على اعلى مستوى تنظيمي كمان. عارف حضرتك ده بيبين القدرات الكامنه صحيح في الدوله والمجتمع المصري واهميه الشراكات الكبيره. واهميه الشراكات الكبيره، كل حاجه بالتايمنج بتاعها، دخول لا وبسيط شعار الاهلي هذا منتهى البساطه، بساطه العالم المحترف لانه عمل احتراف.